المباراة في شوطها الأول سارت في اتجاه واحد بضغط أصحاب الأرض على مرمى اتحادي بالعباس، وأول فرصة تسجيل كانت من اللاعب قادري في الدقيقة الثانية بتسديدة قوية والحارس زرد في المكان المناسب. لتتواصل محاولات الموب وكرة خطيرة في الدقيقة 12 من المالي توري مليك الذي فوت فرصة تسجيل هدف السبق بتسديدة عشوائية ذهبت فوق العارضة. بعدها يأتي الدور على اتحادي بالعباس بهجمة معاكسة كادت أن تأتي بالجديد، كرة فوق الحارس طوال والدفاع يبعد الخطر. وفي الوقت الإضافي من الشوط الأول كرة ساخنة على مرمى اتحادي بالعباس ورأسية مزاري تصطدم بالقائم الأيمن لتنتهي المرحلة الأولى بتعادل سلبي. الشوط الثاني يبدأ وتبدأ معه تساقط الأمطار ما صعب من مأمورية الفريقين بعدما أصبحت الأرضية زلجة، ودائما المبادرة الهجومية كانت من مولودية بيجاية التي أهدرت الكثير من فرص التسجيل. في الدقيقة 58 كان فعالا بتلقيه كرة مرت فوق الرؤوس ويضعها في شباك الحارس زرت، هدف أول وفرحة عارمة في المدرجات. يتواصل اللاعب وفي الدقيقة 70 الموب كاد أن يضيف الهدف الثاني بهجمة معاكسة، وأمقران يتأخر في التسديد ليضيع فرصة التهديف. ونفس الشيء في بقية المحاولات الهجومية الأخرى من الجانبين لتنتهي المباراة بفوز مولودية بيجاية التي ابتعدت عن منطقة الخطر ولم